تظن أنه النقابة كانت مطلب يعني منذ مدة، لأن اليوم العمل الجمعوي لا يناسب الوضع اللي وصلت له كرة القدم الوطنية، لأن إلى قارنا المنتخبات العالمية تلقاو أن المغرب طبعا يحتل المركز 13 عالميا والأول إفريقيا، وكذلك ما يمثل المدربين في هذه الدول اللي حدانا ولا فوق منا هي النقابات. يعني اليوم النقابة يعني وخصوصا أن تاريخ المدرب تغير، لأن حنا دزنا من مرحلة ديال المدرب كان عميد فريق وتيولي مدرب بلا شواهد، يعني في مرحلة من المراحل، من بعد تحولنا المدرب موظف يعني إما في الشباب والرياضة ولا في التعليم، من بعد تحولنا للشواهد يعني أصبحت ضرورية للتدريب، من بعد بدينا ندوزو مراحل، اليوم أصبحنا يعني نخاطب مدرب محترف 100%، يعني ما عندوش شي وظيفة، ما عنده أي شيء، يعني هو يشتغل في ميدان التدريب، ويعني والآن أصبح الوضع صعب، لأن هذا المدرب أصبح يعني خصو اللي يدافع عليه. وطبعا التقينا على انه حنا تنشكروا الاتحاد المغربي للشغل بالرئيس ديالو السي مخاريق اللي فتحوا لنا الباب واللي يعني فتحوا لنا دراعهم باش يساعدونا في هذه المرحله الصعبه، مرحله البدايه. والبرنامج مازال تقريبا يلا حنا في خطوط السطور الاولى، وهو غالبا المهمه الكبيره ديالنا غتكون الدفاع على حقوق المدرب، الدفاع يعني على يعني الحمايه ديالو، كذلك التمثيليه ديال المدرب في الهيئات الكرويه المغربيه، يعني في الجامعه، في العصبه الاحترافيه، في العصبه الجهويه، التواجد ديال المدرب تكون عنده الكلمه ديالو، يعني حتى في بعض الخيارات على مستوى مثلا اللاعبين المدربين اللي تحكوا بالتكوين، يعني يكون عندنا واحد النظره يعني اللي تتوافق جميع المدربين. كذلك بغينا نضموا جميع الجهات، لانه لاحظنا في واحد الفتره معينه يعني كانوا الجهات المستفيده اللي هي ديال الوسط، دابا بغينا نمشيو لعند المدربين اللي في الشرق وفي الغرب، يعني باش المغرب كله يكون عنده تمثيليه، وبالتالي هذا مهم انهم يكون عندهم واحد الهيئه نقابيه اللي غتحميهم وغتدافع على حقوقهم، وغيكون يعني عندهم حضور، لان النقابه ما ننساوش انها عندها حضور يعني في البرلمان، وبالتالي متى تكون عندها حضور في البرلمان هذا غنستافدوا منه حنايا، لان الاسئله الشفويه يمكن لها تطرح كذلك في قبه البرلمان، وبالتالي هذا مهم جدا، الشيء اللي ما كاينش عند الجمعيات. وبالتالي كل هذه العوامل هذه وعوامل اخرى ربما غيتاح لنا فرصه باش نتكلموا فيها، حتى هي غتزيد باش تقوي يعني المدرب وترجعوا للمكان الطبيعي ديالو، ما يبقاش هو الحلقه الاضعف في كره القدم الوطنيه. وهي الوداد ديال المدربين، حنا ما عندناش مع يعني اي شيء، لان هذيك جمعيه وهما يعني لهم الحق، يعني حنا ماشي يعني ما ليس هناك منافسه مع الوداديه، لان هما جمعيه وحنا نقابه، والعمل الجمعوي يختلف عن العمل النقابي، وبالتالي يعني ما عندناش يعني اي يعني ما عندنا اي اشكال يعني بتواجد الوداديه.